السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالوا نشوف ماجنس كارلسن بطل العالم عمل ايه في بطولة النرويج للشطرنج الكلاسيكي 2022 في الجولة الرابعة مع انيش جيري، وفي الجولة الخامسة مع اناند بطل العالم السابق. في الجولة الرابعة ماجنس كارلسن مع القطع البيضاء ويقعد يقابل انيش جيري في المباراة الكلاسيكية، كل واحد معاه 120 دقيقة لأول 40 نقلة، مفيش ولا ثانية هتزيد على أي نقلة لمدة 40 نقلة، وبعد 40 نقلة يزيد 10 ثواني على كل نقلة. يقعد محترم ومؤدب ويلعب بيدق وزير ويقابل السيمي ترش، والذي يميزه نقلة السي 5 دلوقتي، والاوبننج اللي اسمها سيمي ترش دي زي الترش بالظبط، بيطلعهم هما الاثنين اشكال كوينز اي كيو بي ايزوليتد كوين بون، يعني بيدق وزير معزول، اللي هو المنظر ده قدامك، هذا البيدق المعزول. بيدق المعزول ده معناه ان اللي معاه البيدق المعزول بيحاول ما يدخلش اند جيم، بيحاول يلعب على الملك، والبيدق بيديله إمكانية هجوم أفضل نتيجة أنه بيحرك القطع حواليه أفضل. الحصان ده بيطلع هنا في هنا في هنا محمي بالبيدق، الحصان ده بيخش هنا محمي في البيدق. لو في أي وقت حصل التريدنج ده اللي هو حصان ياكل والبيدق ده يجي هنا، البيدق اتظبطت وبقى الأبيض الأسود كمان معاه مساحة على جناح الملك، فيعرف يعمل بيها هجوم أفضل ويمكن يطرد الحصان اللي واقف وحامي جناح الملك ده. عموما ده كلام لسه بدري عليه، ما حصلش. الماتش مشي بيشب جي 5 بيشب اي 2 اي 3 تبييد بيشب اي 2، هات لو سمحت وزيرك. الوزير يرجع في الدي 3 علشان يمنع الفيل من انه ياخد الوتر الطويل ده. عايز تعمل ايه؟ انا عايز افضل رابط. بيشب اي 6 حمل بيدق الوسط نقله منطقيه جدا، والانجي مرشحها بيست موف، وفي نفس الوقت مديها علامه استفهام علامه التعجب، مش عاجباه بيقول لك العب الاول كوين بي 6 ولا تاخد بالك منه. بيشب اي 6 نقله ممتازه تبييت، وبعدين كوين بي 6 جات الراجل طالب البيدق ده. اول ما ماجنس شاف هذا البيدق مطلوب قال لك يلا يا عم انا هلعب شكل يبدو تعادلي، مش عايز العب على اي ادفانتج، يمكن اخش كمان مع انيش هرمجدون واحاول اغلبه في الهرمجدون وخلاص. فقام لعب بيشب تيكس بيشب تيكس، وخد البيدق الوسط ده بنايت تيكس بيشب تيكس كوين تيكس، وقصاد البيدق الوسطي اتاخد هذا البيدق بهذا الشكل. وبصراحة يعني لو انت عاوز الحق، يعني بس اعمل حاجة مهمة هنا عشان حاسس ب اوكي النت بس كان فصل فبرجعه تاني. ببساطة الشكل ده يعني يمكن يكون احسن سيكة للاسود علشان معاه 2 على 1 لو قدر يكمل المباراة بهذا الشكل. يعني هنا الفيل مطلوب، فالفيل مشي ضغط على هذه الربطة متوقعا ان الوزير ده يمشي ويطلب الرخ، الرخ تمشي هنا مثلا، فانا اطلب الرخ دي مثلا. الامور يعني امور رايقه ما فيهاش حاجه، يعني ما فيهاش اي مشاكل. هنا بيقول لك الانجي بيقول لك نايت اي 5 موجوده، كوين اي 7 موجوده، روك موجوده بس يعني مش احسن حاجه بس موجوده، شكل صفار. ويقرر صاحبنا انيش جيري ان يتفزلك فزلوكه، ويقوم قايل انا خدت في ثانويه عامه ان الوزير بيساوي رخين، فانا هخش وزير في رخين. ما خدتش انك بتقيم الموقف بعد ما بتضحي وزير في رخين؟ مش عارف يعني. طبعا دي نقله مش لا يرشحها الانجن ولا يرشحها اي حد. ببساطه في ربطه هنا بشعه، الربطه البشعه على البيدق ده هتتخلص منها ازاي؟ حتى لو انت حاولت تمشي دلوقتي كده بمنتهى الادب، يعني مثلا الابيض عليه اللعب دلوقتي، الابيض على طول بدا بجي 4، يعني ماجنس على طول قال لك جي 4 اتش 4 جي 5، عايز احط بيدق هنا على حس الربطه، انتهت القصه بمنتهى البساطه يعني. ف روك اي اي 1 الانجن بيقول له ممكن كنت تلعب دي كمان، بس دي اول نقله على الانجن. وماجنس كمل يلا بينا. اللي انا عايز اقوله انه لو مشي كده مثلا ظنا منه ان هو كده هرب من الرابطه، فالوزير ممكن يمشي في الاتش 5 ومازال في ضغط بشع. يعني انت لو مشيت كده دلوقتي هات البيدق، البيدق يدفع، في خرام ظهرت في الموقف بشعه،
تفوق 5 للاسود للابيض. فروك اي 7 حما كده وهيزحلق الرخ الثانيه بقى بعيد. فالراجل قام مديله واحده جي 5 بدا في بدا الانجن بيقول العب هنا نقله خطيره وقف فيديو وفكر فيها. انا اعتبر ان انت رجعت عشان ما ناخدش وقت النقله هي لا بس انت اكيد وقفت وفكرت ورجعت يعني ولا ايه ولا او كده لا ماشي. النقله هي كوين اف 5. طبعا لو كملت اكل انت بتخسر بديك واحده كده خلاص مفيش حل تلعب كده اكل على حس الربطه. اما لو انت عدت بهذا الشكل فبيشب دي 3 قاتله هات متات لو سمحت جي 6 كوين تيكس وبابا ربا 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 خلاص بقى يعني كوميديا استعراضيه. طيب ولكن ماجنس كارلسون هنا بعد تفكير تقريبا 10 دقايق ام لاعب نايت تيكس وده قلل التفوق كتير لان البيشب دلوقتي رجع مهددا انه ياكل ويخلص من الحصان اللي عامل تهديدات متات ده. كوين اف قال له يا عم تعالى بس تعالى اقول لك كده بس اهدى كده عليا وبعدين روك اي 5 امشي لو سمحت. كوين اف 4 حامل الفيل بتاعه مازال باصص هنا وعاوز يدفع هذا البيدق. روك سي 5 تعالى لي يا معلم نايت طلب وحمى قام اديله كش رجع غطى ومشي بالفيل بتاعه. الانجن بيقول له كنت رجعت في البيشب بي 3 ولكن الاثنين مش كله ويننج. روك اتش 5 الانجن بيقول دي غلط المفروض تلعب روك سي 6 وبعد كده يبقى يرجع ما هي نفس الشكل مش فارقه قوي. المهم بمنتهى الهدوء ماجنس امناتش البدائين واخد بالك وهيرقي خلاص. بعد النقله دي الراجل انسحب. انسحب ليه؟ طبعا دي نقله ما اتلعبتش هو انسحب هنا. انسحب ليه؟ علشان طبعا لو مشي كده بيهدد اي كشات بيخسر الحصان وكمان شويه البيشب ده هيجي هنا يقطع طريق الرخ والبدأ ده هيجري هوب 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 في حمايه الفيل. انتهت القصه تفوق 6. انيش جيري يتفزلك تفزلوكه ليس لها اي معنى وماجنس يفوز بمنتهى الشياكه ماتش كلاسيكي يساعده في الوصول الى 2900. راجل قرب من 2870 قرب منها لسه ما جابهاش. ونروح للمباراه رقم 5. المباراه رقم اللي هو يوم الخامس بقى اليوم الخامس ماجنس هيلعب بالقطع السوداء مع فيشي اناند بالقطع البيضاء. فيشي يلعب الايطاليان جيم تفريع رايق وهادي خالص. هات البيدا الوسطي حاميت البيدا بيشب اي 7 تبييت تبييت روك اي 1 ودي 6 بيفتح لفيلو. عاده بيلعبوا اتش 6 اتش 3 بس اتش 3 هنا بصراحه مش احسن حاجه لان اتش 3 لو اتلعبت الفيل هيتاخد فانا مش عايز اسيب الفيل بتاعي لازم العب دلوقتي اي 3 او اي 4 فتلعب هنا اي 4 فعلا او سي 3. تخيل ان الفيل ما بيروحش تعمل كده يدفع كده تعمل كده يدفع كده وبعدين يتزحلق هنا برضه خبيت الفيل بتاعي. المهم خلاص الترند دلوقتي كله بقى مساحة على جناح الوزير في اللاينات دي ما بلعبش على الملك بلعب مساحة في جناح الوزير على اللاينات دي. فاي فور على طول طلبني سحبت نفسي اخد السي فور السي فايف. اي نعم بقى فيه جود كلامب يعني عامل كده زي كماشة جيدة على مربع الدي فور الا ان فيه خرم في الموقف مربع الدي فايف للاسود وهذا ما بني عليه التالي سي ثري. الحصان رجع بعد ما نفذ خطته بطرد الفيل ولعب السي 5 نايت اي 3 يمكن يروح هنا يمكن يلف هنا في هنا ويروح للثقب اللي بقولك عليه وده تقريبا اللي حصل دلوقتي. بيشب اي 6 وعلى طول اناند ينط في مربع الدي 5. مش بس كده بعد روك اي 1 ودي اكتر نقله ودي النقله الاولانيه اللي اول مره تتلعب في الشكل ده اكتر انت تلعب او اتلعبت قبل كده مره واحده كانت روك بي 1 ودي احسن نقله على الانجن ولكن روك اي 1 بتحضر لاني عاوز امتياز الفيلين اسحب الفيل في لحظه من اللحظات. رغم ان ماجنس في المباراه دي ما كملش بهذا الشكل ما سحبش الفيل ولا حاجه الا ان هي دي فكره النقله. نايت دي 2 تبدو نقله غريبه ايه ده هو رايح هنا ولا ايه؟ لا هو رايح ممكن يروح هنا على فكره بس هيقطع طريق الفيل لكنه رايح هنا ويسبورت او يدعم الحصان ليذهب الى نفس الثقب اللي احنا بنتكلم عنه بتاع الدي 5. بي 5 نايت اف 1 بيشب تيكس. قرر ماجنس هنا انه ياكل بيشب تيكس. الانجن بيقول ما تسيب يا ابني التوتر وما تعملش مشاكل والعب روك بي 1 او العب بي 4 وحاول تكمل هجوم جناح الوزير اللي انت بداته ولكن ماجنس يهدي المسائل. طبعا لو اكلت بالبيدق هنا يبقى انت بتهرج لانك قفلت فيلك فخلاص لازم تاكل بالفيل تخبطه في الحصان معلش مش مشكله والحصان يتحرك ويتم طرد هذا الحصان الى مربع سيء بعد بي 4 ملوش غير البي 7. هنا بصراحه اناند لعب نقله
يعني الانجن بيرشحها ساعات التالتة ساعات الرابعة، يمكن لو سبته يجيبها التانية او الاولى، بس نقلة جامدة. هو الانجن طبعا مرشح اول نقلة، كل بيدق في بيدق بيدق في بيدق وفرتك الدنيا وبقى يلعب كوين جي 4. ولكن اناند لعب نقلة هنا موقفية كده شيك قوي، لعب روك اي 2، ودي نقلة عميقة علشان بعد بيدق في بيدق قرر ياكل بيدق في بيدق. ثم ماجنس لعب هنا احسن نقلة على الانجن اي 5. لو انت صبرت انا هزحلق الرخ دي هنا وهاكل بيدق في بيدق ما تقدرش تاكل، ولو انت سبت الفايل فانا باكل بيدق في بيدق بيدق في بيدق وبنزل 7 الفايل بقى بتاعي كله، ولو انت اكلت فانا باكل وبقى في ضغط على الاي على الاي 6. فبصراحة النقلة قوية جدا، نقلة عظيمة، نقلة عميقة. اتلعب هنا احسن نقلة على الانجن من ماجنس اي 5، وتم اكل بيدق في بيدق ثم بيدق في بيدق بهذا الشكل. وبصراحة لو انت كسرت رخ في رخ مش غلط قوي، بس في احسن منها، في ان انا احاول اكسب البيدق ده بهذا الشكل. ماجنس يلعب كوين دي 7 ضاغطا على هذا البيدق، والراجل يقول له يا مرحب كل البيدق واخسر حصانك، تمشي اكل الحصان، فما ينفعش. ولكن ماجنس يقول له هو انا تلميذ؟ يعني انا طالع كوين دي 7 عشان يعني اكل البيدق؟ اكيد لا، ده انا طالع عشان العب نايت سي 5، ولما انت تاكل البيدق العب كوين اف 5 واضغط على هذا البيدق. بيشب اي 3 نايت تيكس، رجع البيدق بتاعه، عد البيادق هتلاقيهم نفس البيادق عدد واحد، ولكن العدد واحد لكن الكواليتي والجودة مختلفة. هذا البيدق مجرم، ده بيدق سالك مدعم برخين وراه. رخ بس الاول رجعت نايت جي 3، هات وزيرك، الوزير مشي والرخ رجعت طلبت الحصان، الحصان مشي وعلى طول قال له بلاش وجع قلب، بيشب تيكس بون تيكس وتعالالي. بيدق بيجري، وقف مشي بالرخ بتاعته، البيدق تاني جري وش وقف وش الرخ، البيدق في 7 تفوق 3 على الانجن، يعني كأن الابيض معاه قطعة تقريبا. وهنا تلعب روك بي 6 افضل نقلة على الانجن على عمق تحليلي 26 نقلة، روك بي 6 ومش عجباه تقريبا، كان حسب بقى لحد 50 لقى حاجة تانية، بس روك بي 6 نقلة ممتازة، التفوق مازال 2.5-3، تفوق ممتاز. وسي 4 اتلعبت وبدأ صاحبنا ماجنس يعمل قلق، عايز ديف دي دلوقتي، هوب هوب الحق استر يا رب، واخد بالك، يعمل فورك على الشباب والدنيا مش حلوة. فبدأ يتبرجل شوية صاحبنا اناند، رغم ان هو لو هدي وركز وحسب النقلات، احنا في النقلة رقم 31 والراجل لسه معاه نص ساعة كاملة، كان جاب افضل نقلة الا وهي كوين جي 4، ومفيش اي قلق من الكلام ده. يعني مثلا حاجة زي سي 3 نايت اف 5 دخلة قوية، هات الفيل وهات كشات من هنا، سي 2 انت بتهرج هتسيب الفيل ببلاش وبعدين تبقى تمشي، ما كلام فاضي، مفيش اي حاجة. فكوين جي 4 قوية، كان يتلعب عليها كوين سي 2 ممكن، نايت اف 5 على اي حال يلعب كده، قول له لو سمحت امشي لو سمحت، ونخش في هذه التكسيرات يا معلم، لينتهي بك الامر الى انك ركبت البيدق ده وشوية كده البيادق السالكة دي قاتلة، البيدق هيوصل 7، الملك هيخش عليه مش مشكلة، والتفوق ده تفوق 7 او 6، لانك هتنزل في لقطة كده تكسر بالعافية، حميت وبعدين تنزل النزلة دي خلاص انتهت القصة. عايز تاكل كده واخد بالك، ياكل بالرخ تقوم جايب وزير، لو اكل كده فانت بتاكل رخ كاملة في الاخر، تفوق 54 على الانجن. لم تلعب كوين جي 5 وانما لعب الان، قال لك اما احط الرخ في ظهر البيدق ادافع عنه يا عم بلاش وجع قلب. هذا سمح لماجنس كارلسن ان يذهب بوزيره هنا، وبرضه الانجن بيقول طب يا عم كل ياكل وتخش بملكك تقف في وش البيدق. اي نعم سبت البيدق الوسطي، ولكن البيدق ده هيحدد المباراه بعد شويه، تيكس تيكس، وممكن نجيب وزير، وضع خسران برضه. ولكن برضو اناند يقرر انه يلعب كوين اف 1 ضاغط على البيدق ده، عاوز ياكل البيدق ده كده، وده اللي حصل فعلا، اكل البيدق بهذا الشكل، حصل تكسير، والانجن بيقول الشكل رجع تاني صفار لان البيدق ده خلاص ما بيتحميش. روك سي 8
بروكسي 8 يعني نقله الانجي بيقول احسن نقله، لو كانت دي متاحه كانت تبقى احسن نقله ولكن دي مش متاحه، الفيل واقف فروكسي 8. واتفقوا على التعادل بعد هذا الشكل. 40 نقله تعادل يا معلم، تعادل اتفضل. ويلا بينا على الهرمجدون، حيث اناند هيلعب بالقطع البيضاء برضو ويلعبوا نفس اللاين برضو، نفس اللاين تقريبا، بس البيشوب بالمره طلع هنا ولما ربط وقال له لا معلش طب خلاص انا مش هعمل زي ويسلي سو وافضل اتعذب من الربطه اللي حصلت واحاول اخد هجوم والوقت يتحرق، ده انا معايا 6 دقايق بس وانت معاك 10 او معايا 7 دقايق وانت معاك 10، لا مش هعمل كده، انا هرجع بالفيل وبلاش وجع قلب. طبعا ده ماتش بيتلعب سريعا سريعا، فالتعليق العميق فيه هيبقى ظلم للعيبه. هنشوف الافكار الاساسيه اللي حصلت. بس برضو الاي 5 اتلعبت مساحه على الجناح، فعلا اتاخد بيشب دي 4 جاي تعمل ايه، جاي يديك امتياز الفلين ولكن احط حصان قوي في الدي 4. الوزير رجع ثم سي 6 من ماجنس عاوز يلعب الدي 4 في لحظه من اللحظات، تبييت ثم بي 5 امشي لو سمحت، قرر ما ياكلش كده ويظبط البيادق وتبقى الحياه حلوه، لا قرر يرجع صاحبنا اناند ونايت اي 6 هات الفيل الاخر، الفيل رجع في الاي 3 ضاغط على هذا البيدق، الرخ ممكن تحاول تتحرك وتاخد البيدق فلعب كده، وكوين اف 3 حاطط كماشه على مربع الدي 5، دي 5 ممنوعه، كوين دي 7 هجيب رخ ورا الوزير واحاول العب برضو الدي 5، نايت اي 2 عاوز يلعب السي 3 في الدي 4، هو انا لسه هستناك، ده انت شلت الحصان من السي 3 اللي مراقب الدي 5، دي 5 سي 3 بيشب سي 4 تعال نكسر الفيل، بيدق في بيدق بيدق في بيدق، بيشب تيكس بيشب تيكس، وقام ضارب الوسط، الوسط اتقفل بهذا الشكل، وكوين اي 3 نايت دي 3 هات البيدق لو سمحت، الانجن بيقول احمي البيدق ده بروك بي 1 ولكن اناند اختار انه يلعب كوين دي 2 يحمي البيدق بهذا الشكل، وماجنس يجيب اخر قطعه ما لعبتش تلعب اف 3، لو اكلت انا هاكل حصانك ببلاش، لو دفعت البيدق انا هاكل حصانك ببلاش. وقف الفيديو فكر ماذا لعب ماجنس كارلسن وهو معاه دقيقتين و41 ثانيه بينما اناند معاه تقريبا ضعف الوقت واكتر، لعب هنا نايت اف 2 صراحه علامه تعجب، احسن نقله على الانجن، لو اكلت هوب خسرت بلاوي زرقاء، ولو ما اكلتش وعملت حاجه زي طبعا لو كلت حتى بالملك بديك الكش واخد وزيرك، لو كلت فخلاص الحصان بيرجع زي الباشا، بس في مشكله صغيره ان البيدق ده ضعيف شوي، كوين دي 3 كوين دي 6 والراجل بدا يجوز للرخاخ، يبدو وكان الشكل حلو قوي للابيض لكن الانجن مقيم الشكل ده ب 1.7 من 10 للاسود، نايت اتش 5 نفسه يلعب دي ولكن جي 4 على طول مفيش وقت تلعب الكلام ده فرجع زي ما كان، اوكي نايت اف 4 ضاغط على البيدق الوسطي ده، نايت جي 5 هات الرخ، الرخ مشي تعالى تاني ما عنديش مانع ابدا اتعادل معاك، انا بلعب باسود والتعادل في صالحي، روك جي 2 مش مكرر الشكل، وهنا الابيض كان الاسود كان عنده جي 5 ويخلي الشكل تعادلي بالعافيه، طبعا لو ده راح هنا بتاكله بمنتهى البساطه، ياكل وبعدين تلعب اف 5 وشكلك باشا معاك تفوق 2، ولكن ماجنس هنا يأخر جي 5 شوية وياخدها بعدين ولكن سمحت بان الفايل ده مفتوح، فده عمل شوية وش للابيض وللاسود، نايت اتش 3 لو سمحت هات البيدق، كينج جي 7 روك اف 4 ضاغط على البيدق، وهنا روك اتش 8 اتلعبت ولكن ماجنس معاه دقيقة واناند معاه 4 دقايق، احنا لسه في النقلة 35 مفيش ولا ثانية هتزيد على الساعة حتى الآن، نايت تيكس نتش البيدق، وهنا كان الأحسن حل ياكل كده، ياكل بالرخ بكش ويهرب كده، ورغم إن الأسود خسران بيدق إلا إن الأسود أحسن من الأبيض في هذا الشكل بعد كوين اف 1 والرخ تيجي كده والرخ التانية تنزل والرخين يتجوزوا ويضغط هنا، بس احنا بناخد الوزير بياكل بتاكل بيرجع هذا الشكل، الانجن بيقول ان هو احسن سيكا للاسود، رخين قصاد وزير ولكن الملك مش احسن حاجه، روك اتش 4 اتلعبت من ماجنس كارلسن واناند يحسب له كده من نص لثلاث ارباع دقيقه ويقوم مديله احسن نقله على الانجن الوحيده اللي بيجيب التفوق، وقف فيديو وفكر فيها، النقله هي
بوم بيشب تيكس دي 5. ايه فكرتها؟ فكرتها ببساطة ان انت لو اكلت بهذا الشكل فالحصان ده بيقع، فانا باكل وكسبت دلوقتي بيدق وكمان ضغط على الوزير والحصان ده متلخلخ، يعني نقلة قوية تكتيكيا، نقلة قوية. ماجنس ما اخدش الفيل ولكن اكل الحصان ده، هذا سمح بروك تكسب كش والوزير يمشي وبيشب اف 3 رجع. الانجن بيقول احسن نقل كان النقلة الوحيدة اللي جيب تفوق انك تفورس اند جيم بكوين جي 3، لازم يكسره الا يخسر رخه. وبعد التكسير الشكل ده احسن بكتير بالنسبة للابيض لان معاه بدائين زيادة والبدائ التالت احتمال يقع، تفوق تلاتة على الانجن. لكن للأسف في ضغط الوقت صاحبنا ما جابش النقلة وجاب بيشب اف 3 كوين اف 4 من ماجنس احسن نقلة على الانجن، روك اي 5 وبعد ما اخد البيدق الشكل رجع اصفار تاني، كينج اف 2 روك اتش 3 دي ما كانتش احسن. الانجن بيقول ارجع انزل روك اتش 1 وحاول تعمل مشكلة كبيرة هنا، فيرجع كوين دي 2 والشكل تعادلي. بس لاحظ ان ماجنس كارلسون معاه ثانية واحدة، وكل ما يلعب نقلة يزيد له ثانية واحدة، مفيش وقت للتفكير، ده انت حركتك بس على ما تمد ايدك وتدوس على الساعة فيها ثانية. فاتظلم بصراحة ماجنس كارلسون انه جاب احسن نقل ومع ذلك محدش يقدر يلومه، الراجل معاه ثانية، كل مرة معاه ثانية، صاحبنا اناند معاه دقيقة كاملة. محدش يقدر يلومه، اكل هيعمل ايه يعني؟ اصل خد بالك لو انت دخلت دخلة زي دي قال يعني بتكسب فرق بيديك كش عظمة وبيان بيموتك يعني. فما ينفعش، فالراجل اكل وبعد الكش تعالى نكسر. للاسف دي بدا وقع والبدا التاني ما بيتلحقش، كش مشيت رجع كده قام الراجل مديله كش وكسب الحصان، واستطاع اناند ان يضغط ماجنس كارلسون في الوقت. تفسيري للي بيحصل، المعجزه اللي اناند فيها دي انه بيلعب بدون ضغط نفسي. الراجل ده لو طلع الاخير محدش هيلومه في حاجه، الراجل ده لو طلع الاول هياخد كل الكريدت ليه، مش معقول انت اسطوره انت ازاي ترجع بالمستوى ده. ماجنس كارلسون عليه ضغط نفسي جامد جدا، لازم افضل احسن لعيب، لازم اكسب البطوله، انا بطل العالم، انا لو اتهزت هيتقال عليا. اناند بيلعب with no pressure، عشان كده الضغط النفسي خفيف جدا من عليه والامور رايقه جدا، وهذا هو سبب المعجزة الفظيعة في الستايل بتاعه والأداء بتاعه. أتمنى تكونوا انبسطتوا بهذه التغطية، نراكم إن شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.